السلام عليكم شباب بنات، وياكم مهندس سيف من فريق اي او تي ميكر بدوره الاردوينو مايكرو كنترولر. الدوره هذه ان شاء الله راح تبدي من الاساسيات من الصفر، توصلكم لمرحله ان شاء الله تكونوا متمكنين انه تصممون الدوائر الخاصه بكم او تطبقون افكاركم وتقدرون تبرمجوها وتسووها كمشروع. بدايه خلي نشوف هذه الصفحه الرئيسيه للاردوينو. هذا طبعا بالصوره هذا شكله. هنا أنا من تضغط عليه يعني تشوف فيديوهات معلومات أنواع البوردات هيك سوالف بي. أول خطوة هسه إحنا راح نشتغل على أشوفكم ال عليه من إحنا راح نشتغل نبرمج. راح نشتغل نستخدم موقع اسمه تينكركاد. هذا يوفر لي محاكاة لبورد الأردوينو ومكونات الأردوينو. انتظر شوية الموقع يحمل. طبعا اسوي ساين ان، وانا حقول له with جوجل، يعني ما يحتاج تتعب وتسوي اكونت. اذا انت مسوي ساين ان على جوجل ف راح يطلع عندك. استاذ ممكن تودينا الرابط؟ الرابط مال التينكر كارد. اوكي بجروب الواتساب استاذ. تمام، هو هذا اسمه tinkercard.com. هذا حجز لكم بالواتساب. الرابط دزيته بالواتساب، شيكو. زين، طبعا بي سيميليشن لل 3 دي ديزاين وبي للسيركتس. احنا شغلنا يم السيركتس. هذا الطب تقول له create a new circuit انت كبداية. مين نسوي الاستاذ؟ شلون حبيبي؟ استاذ بس ما انتبهت مين نسوي له؟ تسمى نكتب عليه اكو سيركتس كرييت نيو سيركت. هاي بس لا تفكروا لا لا تشغلوا نفسكم بهاي الشغله، عوفوها راح تعلموها، يعني لا تربكوا نفسكم بها اساسا. يعني هو كل محاضره راح ترفع اونلاين، ترفع على قناتنا باليوتيوب ورابط المحاضره ينزل للجروب. تمام، شوف هذا شلون شكل الواجهة مالته.
بتشوفوها؟ أي استاذ نشوف. تمام، هذا بورد الأردوينو. هذا شكله. طبعا شنو هو الأردوينو؟ الأردوينو هو بورد متكامل ب طبعا احنا الشغل الأساسي والبرمجة والبرنامج كله ينخزن هنا، والتحكم كله هذه القطعة اللي هي يسموها المايكرو كنترولر، يعني المتحكم الدقيق، أو اسمه الآخر يسموه المايكرو كمبيوتر، كمبيوتر الدقيق. ليش يسموه مايكرو كمبيوتر؟ يعني فعليا بداخله اكو كمبيوتر مثل الكمبيوتر العادي، اللابتوب او الديسكتوب، بس فقط انه قدراته اقل بكثير من البي سي اللي نستخدمها. اكو بداخله رام، اكو بداخله سي بي يو، اكو بداخله ميموري، واكو بداخله انبوت واوتبوت. بس هذا اذا اريد ابرمج المايكرو كنترولر بالحاسبه احتاج الى فد شيء اسمه يو اس بي انترفيس. فد انترفيس يخليني او يمكنني انه اتواصل ويا هذا المايكرو كنترولر من خلال اليو اس بي. فال الاردوينو كله كبورد هو عباره عن مبرمجه بنفس الوقت عليها المايكرو كنترولر. غالبا يعني المايكرو كنترولرات كانت تجي سابقا، يعني قبل ما يطلع الاردوينو ينباع المايكرو كنترولر وحده واليو اس بي انترفيس وحده، او المبرمجه مالته تجي وحدها ويجي مايكرو كنترولر واحده. هنا تجيك الدائره جاهزه ويكون الاردوينو جاهز تماما للاستعمال. فسهلوها بالاردوينو بشكل كلش كبير، بحيث يعني هواي ناس تمكنوا انه يتعلمون برمجه المايكرو كنترولر بفضل الاردوينو. فالاردوينو يعني سوى فد شلون نقول مثل الثوره بتعلم المايكرو كنترولر، يعني كان فد تصميم جدا رائع وسهل على هواي ناس انه يدخلون بهذا المجال. ايضا اللغه البرمجيه سووها شلون يسموهم بالانجليزي، يسموها يوزر فريندلي، سهله الفهم وسهله الاستخدام بالنسبه للاشخاص المبتدئين. وممكن تسوي به تطبيقات يعني مشاريع مبتدئين وناس محترفين. هذا اللي تشوفوه بي عندي هنا بنات من اي 0 الى اي 5، هذا اللي يسموهن انالوج سيجنال. وعندي هذه اللي هم الديجيتال انبوت اوتبوت اللي هم يقبلون اشاره لو صفر لو واحد، يعني ذني انا هسه بعدين من ابدا ابرمج ان شاء الله راح تفهمون ايش اقصد. ذني تقبل اشاره لو صفر لو واحد، يعني اذا تربط سنسر الحساس هذا يعطيك اشارته على شكل يا اما صفر يا اما واحد. بس هذه ذني الانالوج لا يقدر يتعامل ويا اشاره. استاذ ولو اقطع كلامك بس سؤال، شنو الاشياء اللي ممكن ابرمجها بهاي لغة؟ يعني مثلا شنو استفاد منها؟ مثلا هسه اكو لغات مثلا فلتر اصمم بها تطبيقات هاتف، هاي اللغة شنو اللي اقدر اصمم بها؟ هاي اللغة تتعاملين ويا الروبوتكس ويا الهاردوير ويا السنسرات ويا الماطورات روبوتات ماشي. تتحكمين باجهزة كهربائية، تتحكمين باجهزة ميكانيكية، هذه ايش يعني الاختصاص مالتها. الفلتر والدارت وغيرها ذني شيء اختصاصهم يعني موبايل سوفتوير او موبايل ابلكيشنز، يعني هي كل لغه طبعا لها اختصاص. اي هو هذا بالضبط اللي انا قصدته. اكو لغات مثل مختصه بالويب سايتات، ويب ديفلوبمنت تصمم بها ويب سايتات، تشتغل بها سيرفرات، هيك سوالف. احنا حنحكي عن الهاردوير والمايكرو كنترولر. تمام، الخطوة الثانية بعد ما تشتري الأردوينو حتى تقدر تبرمجه، طبعا من ينباع بالسوق ينباع هذا البورد كامل ويا اليو اس بي كيبل مالته، تبقى عندك شغلة ثانية تروح لهذا الموقع اللي اسمه arduino.cc. هذا الموقع الرسمي لشركة أردوينو. بعدها وين الطب؟ هنا مكتوب سوفتوير. وين تروح بعدها؟ تروح على الداونلودز. هنا راح تحمل فتشي اسمه الاردوينو اي دي اي، اللي هو البيئه اللي تكتب بها الكود مال الاردوينو.
هنا عندك داونلود اوبشنز، رحنا على هذه تحمله، هنا راح تلقى latest version موجود، آخر يعني أحدث version به هو 1.8.13. فهنا تجي Windows 7 and newer إذا كان عندك Windows 7 أو أحدث، عندك للماك أو إس إذا كان عندك ماك بوك اللابتوب مالتك، عندك لللينكس، إحنا أكيد الأغلبية هي ويندوز، فتجي تضغط هنا. عندك خيارين، يا اما تسوي contribution يعني تدفع فلوس كتبرع، او تقول له just download تحمله بشكل مجاني. هذا تسوي له download وتبدي تنصب. خليني اشوفكم شلون يصير شكل ال IDE مال الاردوينو. بس خلي ان شاء الله محاسبة دقائق. العفو استاذ، ممكن سؤال؟ جواب استاذ، هو مو ايكون ضمن الاوتو ديسك احنا من نجي ننزل شلون؟ شلون؟ يعني هو الاردوينو مو تطبيق من تطبيقات الاوتو ديسك؟ لا على حال ما تلا العفو الاوتوكاد والريفيت والفي راي، الاردوينو ما له علاقه بالاوتو ديسك، بس اوتو ديسك سوت محاكي للاردوينو صممت، يعني هي اوتو ديسك الحقيقه ما لها علاقه بالاردوينو، غير شركه. هذا شكله الايقونه مالته. ننتظر شوي يحمل. هذا شكل الاردوينو اي دي اي. هنا تكتب الكود، من تخلص تضغط على هذا راح يرفع الاردوينو، طبعا يكون الاردوينو مربوط به، ترفع له كود. شوف هاي هناك فد شغله انا مشتغلها، هذا الكود ايش مكتوب. هسه نرجع للتنكر كود. تمام، هسه هذه واضحه الامور، ما بيه شيء، بسيط ان شاء الله. طبعا الفيديو مسجل ويرفع على القناه في اليوتيوب. راح نبدا باول مثال نتعلم به شلون نتعامل ويا ذني البنات اللي هم الديجيتال بنز. اوكي، اجي اخذ LED LED. من تجي بالتنكر كارت طبعا تضغط على العنصر اللي تريده وتسحبه بكل بساطه. عندك قطبين بي، بالكاثود وبالانود. الكاثود هو القطب اللي يروح للجراوند، يعني القطب السالب مال الليد، والانود اللي هو يروح الطرف الموجب من المصدر مالتي. انا الطرف الموجب مالتي هو واحد من ذني الديجيتال بنز اللي هما من صفر الى بن رقم 13. اجي اضغط عليه، اسحب واوديه للمكان اللي اريده وارد اضغط. هسه انا الليد عندي انربط، راح اسوي كود كلش بسيط، راح يخلي لي هذا الليد يلمض بتردد معين حسب التايم ديلي اللي انا اختاره. اروح وين؟ اروح على هذا السكشن اللي اسمه كود. اكو نوعين من البرمجه، اكو اللي هي برمجه صوريه بهالشكل، واكو كودينج. احنا طبعا شغلنا كله كودينج او تكست، ما نشتغل بلوك ابدا. هو هسه اكو كود منزل بيه، يعني كود مكتوب جاهز.
خلي الرفعه اول شيء ونشوفه شلون يشتغل. طبعا هاي بعد ما تكتب الكود فقط تقول له مين، تقول له ستارت سيميليشن راح يبدا تنفيذ الكود اللي مكتوب. شوفوا اللي شلون قاعدين معدي. هسه الليد هو دا يشتغل ثانية ويطفى ثانية. أنا هنا منطي ديلي، أكو إعازة اسمه ديلي 1000 ملي سكند، مرتين متكرر. 1000 ملي سكند يعني 1 سكند، ثانية 1000 ملي. أستاذ بس الواير منين جبته؟ الواير منين جبته؟ تمام، هعتبر هذا الواير انا بعد ما راسمه خل امسحه. اجي اضغط، انت تشوفين هذا البن من اخلي عليه يطلع عندي مربع احمر، شفتيه؟ اي استاذ. اي اخلي الماوس عليه واضغط، وافضل ضاغط واسحب للبن اللي اريد اوديه. تمام، من اوصل عليه ارد اضغط مره اخرى. العفو طبعا ما يحتاج الضغط، ضغطه واحده عليه حتى لو تشيل ايدك من الكليك الايسر راح يظل عندك الواير متشلب بالماوس. من توصل للبن الثاني اللي تريد تربط وياه ضغطه لخ بالماوس كليك ايسر ربط. صارت واضحه؟ استاذ شو اني بعده يعني الواير حتى من وصل للنقطه ما صار. اي اي هو باي. بس هذا مسحته، اجي اضغط ضغطه واحده ما يحتاج اظل دايس، مره واحده كليك ايسر واشيل ايدي، اسحب اوصله للبن اللي اريده وارد مره لخ فوق هذا البن رقم 13 كليك ايسر ثاني الربط. عفوا استاذ بس من ناحيه الكود احنا نحفظ شلون نبرمجها؟ وطبعا لازم الاوامر تحفظيها، بس يعني هي تنحفظ بالممارسه مو تداخلها درس، ما راح تقدرين. بس انت شلون شغلته؟ هذا هسه هو مبدئيا هذا الكود موجود، يعني هذا فد كود يعتبر كلش بيسك ببرمجه المايكرو كنترولر، كلش بيسك. اول كود يكتبه اي مبرمج مايكرو كنترولر براحته بالتعلم. فهو الكود موجود اصلا جاهز مكتوب يعني بالكود سكشن، يعني كيف تشيل التيست. اصلا حتى الاردوينو الجديد، الاردوينو الحقيقي من تشتري اكو بداخله كود مال بلينكينج، شفت رقم 13 يلمض. شوف انتبهوا على فت شغله هسه حق الستارت سيميليشن، اذا تشوفون ويا هاي اللمضه مال هذا الليد اكو هذا الليد يلمض. هو اوريدي اكو ليد يكون بولت ان مرتبط ببن رقم 13، يعني من سووا الاردوينو حطوا به هذا الليد. فالاردوينو من تشتري جديد يعني بعدك ما رافع عليه اي كود، مجرد ان تعطيه باور تربطه باليو اس بي راح تشوف ان هذا البن عندك قام يلمض. فحتى من تشتري اردوينو جديد راح تلقى اكو هذا الكود بداخله، طبعا انت ما راح تشوف الكود لانه هو بداخل الاردوينو. زين هسه نجي نفهم هذا الكود شنو. ده تشوفون هنا اكو سكشن يعني عندي اللي هو الفويد سيت اب وعندي الفويد لوب. شنو معنى ذولا؟ الفويد سيت اب هو يعني هنا هذا اكتبه الاي دي اي مال اردوينو او المايكرو كنترولر يمشي بالسره، يعني من اول ما يشتغل المايكرو كنترولر يجيب باور شو يسوي؟ يبدا يقرا اول كود لاين او اول سطر برمجه عندي، يخلص منه يروح للسطر الثاني، يخلص منه يروح للسطر اللي بعده للثالث والى اخر سطر، وشو ينفذ كل ذن الاوامر البرمجيه اللي انا كاتبها. الاوامر طبعا هي اللي كود لاين ذن اللي انا كاتبها، يعني كل كود لاين من ذني هو امر. فمن يقرا يعاز اسمه void setup. طبعا مرة ما تكتب شوفوا انتبهوا على الكتابة مالتها void space setup قوسين، افتح قوس وسط قوس رأسا وبعدها احط هذا القوس المعقوف اللي هو يسموه curly brack اللي هو حرف جيم
بالكيبورد. انتبهوا على كيبورداتكم اذا كلامكم حاسبة فهو حرف جيم. هذا هنا أنا. طبعا ما قرا فويد سيت اب الاردوينو اي دي اي او يسموه الكومبايلر. اكو فد شيء طبعا اسمها الكومبايلر كومبايلر لاير، تحول هذا الكود المكتوب بلغه الاردوينو سي الى فد لغه يسموها الماشين لانجوج اللي هي لغه الصفر واحد اللي يفهمها المايكرو كنترولر. الكنترولر طبعا ما يفتهم هذه، يفتهم صفر واحد فقط. فاكو فد شيء يسموه الكومبايلر لاير راح يكون موجود بالحاسبه ويا الاي دي اي مال الاردوينو، يدز لي الكود بشكل اصفار وواحدات. هذه يعني ما يحتاج تحيرون بها، راح يحير بها الكومبايلر لان فد شغله كلش معقده. فعموما الكومبايلر من اجى شاف كلمه فويد سيت اب راح ينتظر طبعا لازم اكو كيرلي براك مفتوح وراها، يعني عرف انه شكو شيء ضمن الفويد سيت اب سكشن، هذا ينفذه مره واحده فقط وبعد ما يرجع لطول ما هو مشتغل، عسى ما يظل الاردوينو مشتغل ألف ساعة. هذا فقط بداية التشغيل ينفذه وخلاص، بعد أبد ما يرجع له. ليش؟ هو من اسم السيت اب أسوي إعدادات تهيئة الأردوينو، أشغل بنات، أطفي بنات بي، فيحتاج أسوي هاي العملية بالسيت اب. طبعا أي بن من ذن البنات هن يشتغلن ديجيتال انبوت أو اوتبوت، يعني يا أما انبوت يا أما اوتبوت. فأنا أحتاج أعرفه مرة واحدة. أنا هسه دا أشغل لد، دا أنطي أمر للد، دا أخرج إشارة من الأردوينو للد، أوكي؟ يعني من دا أشغل اللد أنا دا أخرج إشارة، يعني دا أسوي output. فدا أتعامل ويا البن 13 أريده يكون كoutput. فش أقول له؟ pin small m capital pin mode، شوفوها هاي هنا أنا. أفتح قوس أنطي رقم البن اللي انا ربطت عليه الليد مالتي اللي هو رقم 13 هذا، فارزه اوتبوت، الاوتبوت كلها كابيتال لتر، معاه بن رقم 13 اريد استخدمه كاوتبوت فقط، اخرج منه اشاره، ما راح استلم، ما راح اقرا منه اشاره، لا راح ادز اشاره. فايش اسوي؟ اعرفه سيت اب. من خلصت الكود مال سيت اب مالتي، خلصت التهيئه اللي احتاجها، ايش اسوي؟ هم اخلي كرل براك بس معاكس، يعني شلون نقول الحلق مالته باتجاه اليسار واللي هو حرف دال. شفتوا حرف دال؟ العفو، البدايه مال سيت اب اخلي شيفت وحرف جيم، طبعا الكيبورد يكون بالانجليزي. شيفت وحرف جيم راح يطلع لي كيرل براك باتجاه اليمين، اكتب الكود مال سيت اب، الكود مال التهيئه مالتي. من اخلصه ايش اخلي وراه؟ اخلي كيرل براك يكون اتجاهه باتجاه اليسار. هذه العمليه مال كيرلي براك يكون باتجاه اليمين، وطبعا يقصد به قوس، قوس معقوف. لما يكون قوس مفتوح باتجاه اليمين، ومن اخلص اخلي قوس مفتوح باتجاه اليسار، هاي العمليه يسموها كابسوليشن. يعني شلون الكبسوله مال الدواء، يعني هو المصطلح جاي من هذا، مشتق من عنده. سويت اني سويت كابسوليشن للكود الخاص بالست اب، حصرتها بين ذني حتى الكومبايلر يعرف انه الكود الخاص بالست اب انتهى. يعني بمعنى اخر انه شكو كوماندات او اوامر برمجيه انا كتبتها ضمن هذا الكابسوليشن اللي هو خاص بالفويد سيت اب، ذن يتنفذه مره واحده فقط اللي هي من اشغل الاردوينو، وبعد ابد ما يرجع لها، لان هاي اعدادات مال تهيئه فقط. انا احتاج اعرف البن كاوتبوت مره واحده خلاص، ما يحتاج كل مره اعيد له. واضحه هاي الداحكي؟ شباب بنات تفهمون؟ اي سلام. تمام. نعم سلام. الفويد سيت اب هو المعرفات بالبدايه. بالضبط، الاعدادات منتهيه. والفويد لوب اللي هو طريقه العمل. بالضبط. هسه انت اي شغله تشتغلها لازم تهيئ فد شغلات بها، تهيئ عدد او تهيئ فد شيء. فهاي بالبرمجه هم تهيئ لازم. والعدة تتهيئها مرة واحدة، ما ترد تعيد بها أكثر من مرة. يعني تخوم كل مرة إذا تشتغل بشغلة، خوم كل ساعة رايح جاي بالدرنة في سلوت شاكوت، هو تجيبها مرة واحدة وخلص. فهاي هم عرفت البنك أوتبوت مرة واحدة وخلاص، ما يحتاج أنا كل ساعة عايدها وأشغل الأردوينو بها. طبعا هذا إذا حطيته بالفويد لوب هو هم راح يشتغل، بس أنا ماكو داعي أشغل الأردوينو بهذا الأمر.
لأن كل أمر ينفذ الأردوينو هذا يستهلك وقت ويستهلك من سرعة الأردوينو. طيب عرفت البن 13 كأوتفوت وعرفنا شنو الكابسوليشن وعرفنا شنو الفويد سيتاب وليش خليته بالفويد سيتاب. هسا نجي الكود الأساسي والشغل الأساسي مالتي هو أو الأكشن اللي جاي يطلع هنا هو دي يصير من خلال أو داخل فتشي يسمى الفويد لوب. من اسمه لوب هذا يتنفذ إلى ما لا نهاية، كل ما يخلص الكود لاينز اللي بي يرد يعيده عسى ما تشغله مليون سنة راح يظل مليون سنة يعيد بي. هذا السبيل مالته يعني هذا انفينيت بالضبط انفينيت لوب لا ما لا نهاية يتنفذ. هذا السبيل مالته void small loop small افتح قوس واسد القوس وايضا اسوي كابسوليشن افتح قوس معقوف لليمين واغلق قوس معقوف الى اليسار. حصارت هذا الكود بينذني الاقواس معناها هذا هذن الاسطر تعود للفويد لوب حتى الكومبايلر يعرف انه ذني الاوامر هن بما انها موجودات داخل الفويد لوب فذني كل ما تخلصهن عيدهن كل ما تخلصهن عيدهن. طيب اول عاز انطي اشغل الليد ايش اقول له شوف انتبهوا لي على السبيل ديجيتال كلها سمول رايت الدبليو مال رايت كابيتال لتر افتح قوس مثل البن مود احدد له البن اللي اريد اتعامل وياه اشغله فارزه هاي اوكي. يمكن تعرفون نظام الثنائي ونظام الباينري اللي هو بصفر وواحد هنا اقدر بدال هاي اكتب واحد عادي او اكتب هاي يعني هو هنا من اقول هاي اقصد انطي للبن لوجيك هاي يعني شغل لي هذا البن اوكي شغلته طيب عاز ديجيتال رايت عاز مال التشغيل ايش اسوي اريده يبقى مشتغل لمده 1000 ملي سكند اريد يعني يعني ثانيه واحده كل ثانيه هي 1000 ملي ثانيه كل واحد سكند 1000 ملي سكند ايش اقول له استخدم عاز ديلي سمول لتر افتح قوس اكتب مقدار الديلي ولازم اعرف انه هذا الفانكشن او هذا الامر القيمه اللي اخذها هي بوحدات الملي سكند فاذا اريد اكتب انطي واحد ثانيه ايش اقول له اقول له 1000 ملي سكند يعني واحد ثاني اذا اريد انطي ثانيتين اقول له 2000 ثانيه ونص اقول له 1500 ملي سكند. شو هنا كاتب لك تعليقات حتى تفتهم ده يقول له ويت 1000 ملي سكند فايش راح يصير عندي نفذ هذا الامر اشتغل الليد من وصل هذا الكوماند راح الاردوينو يتوقف لمده 1000 ملي سكند ما راح ينفذ غير شيء من تخلص ال 1000 ملي سكند راح يعبر على الكود لاين اللي بعده اللي هو هذا سوى ديجيتال رايت لو يعني طفي لي الليد خلص هذا الإعاز وين راح راح على هذا الإعاز اللي هو مره له ديلي راح يطفى يعني طفيته وراح يبقى هنا لمده 1000 ملي سكند الى ان يخلص وين يروح من يخلص هسه من يجاوبني استاذ يرجع على الهاي يرجع لمن يرجع يعيد اللوب من جديد اي يعني منين يبدي يبدي من ديجيتال رايت 13 هاي بالضبط حيرجع يعيد الفويد لوب من بدايته هسه فهمتوا شلون ده يصير شغل استاذ فهمنا بس لحد الان ما عرفت اطلع التكست ما عرفت اطلع التكست لا لا الكود ما عرفت اطلع هذا من أنا نشوف وين خال الموساني تضغط اي نعم يا اما بلوكس يا اما تكست انا هسه مختار تكست تمام حبايب طريقه شرحي واضحه وياكم بوصل المعلومه بشكل كامل اي تمام هسه احنا كتبنا اول برنامج لنا بالاردوينو
اللي هو الديجيتال رايت. هسه هذا بالنسبة لإعاز الديجيتال رايت، بالنسبة لإعاز إنه أخرج أوتبوت، أستخدم البنات كأوتبوت كوحدة إخراج أو كأداة إخراج. زين، شلون أستخدم البن كوحدة إدخال؟ أنا أقرأ شنو هي الإشارة اللي عليه، هاي لو، هذه أنا هسه اللي راح أسوي، أشد الكود سكشن، أمسح الليد بعد ما أحتاجه. إيش أسوي؟ أجيب هذا العنصر اللي هو يسموه البوش بوتون. هذا البوش بوتون من أجي أضغط عليه، المفروض بين من ذن البنات راح يتشرد. زين، راح أسوي تيست بوالكم حتى نثبت لكم انه هذا فعلا دا يشتغل. ايش راح اسوي؟ راح اجي اخذ طرف مباشر تمام، جيت اخذته من ال، طبعا هنا هسه انا مو رسمت الواير اعوج، اريد ارتبه، شو اسوي؟ دبل كليك على الواير راح تطلع لي نود جديده. زين، طبعا هسه انا ناسي من اضغط يا بن ويا بن يتشرتن، هذا والجواه لو كل بن ولا بصفن، راح اجرب واتاكد. طبعا هسه انا وين وصلت اقدر اسوي رايت كليك، راح يسوي لي يعني شلون نقول نود او عقده بالواير بحيث اقدر افره. اضغط رايت كليك مره لخ وربطت. المفروض هسه اذا ربطت صحيح من قبل الستارت سيميليشن مشكل. المفروض هو يكون ما مشتغل، إلا أضغط يلا يشتغل، معناته عندي غلط بالربط. هسا اللي فهمته شنو؟ انه هذا وهذا مشرطات داخلية، بس هذا واللي بصفه معزول وهذا واللي بصفه معزول. خلي اجرب شغله له. استاذ ليش ما تربط على البريد بورد؟ اي بعدين نتعلم على البريد بورد. شوفوا كل بن والفوق هم شرطات. زين هسه اكو فد شغله تصير، طبعا اللدات لها فد فولتيه معينه بعدها تحترق، اللي هي غالبا يعني اقوى شيء يمكن اللد الاحمر هو 3.3 فولت. من شنو ترابط على الديجيتال بن ما كان اكو مشكله، لان فولتيه الديجيتال بن مو كلش قويه، يعني يمكن 4 او 3.5 فولت فما تحرقه. بس من اجيت اكو بن هنا يزودني فولتيه مقدارها 5 فولت، هذه كلش فوق قابليه الليد، فقام يطلع لي علامه تحذير. تشوفون شلون طلع، يعني هذا فولتيه عاليه اذا تجي على الليد. شو اسوي لازم اني؟ لازم اخلي مقاومه قبل الليد. خليني اخليها قبل الليد افضل.
أجاوبك على الطرف طيب بس طيب شلون مساحة الخطوط؟ شلون يعني؟ شلون مساحة الخطوط يعني هسه شلون خليت هاي المقاومة؟ أدوس على الخط أدوس على الخط وأدوس ديليت بالكيبورد مال حاسبة. أوكي؟ أي تمام. شوف هسه الضوء اصلا مالته صار كلش خافت مالت ليش يعني المقاومه قيمتها كبيره طبعا لازم اختار المقاومه بعنايه يعني الواحد كيلو كلش كبيره هنا اقدر احول الوحده بالكيلو اوم من اكتب واحد يعني كاتب واحد كيلو اوم احولها للاوم هسه معناها واحد اوم واحد اوم قيمتها كلش قليله وكانها ما موجوده اصلا شوفوا بعد دلده يطلع لي عليه تحذير اجي كليك على المقاومه اغير قيمتها اقول له مثلا 380 اوم شوف بعدها انارته خافته اقللها مثلا اخلي له مقاومه 100 اوم هسه الاناره مالته طبيعيه هاي المقاومه ايش تسوي؟ تسوي فولتج دروب او تعيق التيار بحيث ما يحرق الليد مالتي هسه الغرض من هذا الربط اللي سويته والدائرة فقط حتى نعرف شلون الليد يشتغل هسه انا ماكو اي برمجه بالموضوع فقط ماخذ 5 فولت ماشي هنا ضابه بالسويتش ومنها طالع طرف من السويتش مقاومه ليد ومن الليد للجراوند هذا اللي زي سويته نعم احنا نقدر نخليه على 3.3 فولت يعني مو شرط على 5 بحيث نستغني عن المقاومه اي ممكن ممكن بس يعني مرات يجوز انت مشتغله دائره اغلب الكومبوننت يحتاج 5 فولت فانت البي سي بي اللي بسويته 5 فولت كله فتحتاج مقاومه يعني هي اغلب السنسرات الحساسات اللي تجي الاردوينو تشتغل على 5 فولت تمام هسه عرفنا شلون ربطوا شغل البوش بوتن خليه نمسح اخبط شوف هسه بالنسبه للمسح اضغط عليه وادوس ديليت هسه انا ما احتاج الليد خليه على صفحه والمقاومه احتاجها اربط طرف طبعا اي كومبوننت اقدر افره من خلال هذا الامر روتيت كل ضغطه 45 درجه نحجز اخر طرف من الجراوند اخليه هذا صح فتشي ربطت يسموه بول داون ريزستر من اريد اشتغل سويتش لازم عندي بول داون بول داون او بول اب اذا طرف منها ربط بالجراوند فيسموها بول داون اذا ربطت بالموجب تسمى بول اب هسه بعدين راح اقول لكم شنو السبب اجي اسحب طرف من البوش بوتن يروح المقاومة وراح آخذ من بن رقم 10 هسه أقول لكم شو الفرق بين البول داون والبول أب وش وقت أستخدم بول أب وش وقت أستخدم بول داون خلي أول شيء هذا البوش بوتن أنا هسه المفروض ده آخذ 5 فولت أوكي فمن أضغطه المفروض هنا يصير عندي 5 فولت على بن رقم 10
طبعا هنا المية عادة بالبول داون بول اب او بول داون ريزيستر نستخدم 1 كيلو اوم، يعني تقريبا هي افضل قيمة امثل قيمة. هسه شوف المقاومة واخذ الطرف من الجراوند. استاذ بس عفوا ايش مدريك يعني انه احنا نحتاج هنا هالقد رقم يعني اكو فد جدول ثابت ممكن تنطينا اياه يفيدنا بهذا الموضوع لو شلون يعني؟ لا هو مو قصه جدول. هي شغله حسابيه تتعلق شلون نقول بكفاءه الدائره باستهلاك الطاقه. انا هسه عندي منها ماخذ 5 فولت اوكي، هذه ماخذ منها 5 فولت واصله للبوش بوتن، ما راح اضغط 5 فولت راح تتطبق هنا راح تجي على طرف المقاومه، فايش راح يصير عندي؟ راح يمشي تيار من ال 5 فولت خلال السلك والسويتش والمقاومه ويرجع للجراوند، راح يصير كلوز سيركت مو تمام؟ فراح يمشي تيار عندي. تمام استاذ تمام. اوكي فاختار قيمه تخلي البول داون يبين تاثيره وبنفس الوقت تقلل التيار قدر الامكان. زين شلون الطريقه الحسابيه اللي ممكن نحسب بها وعلى اساسها نعرف يعني انه هذا هالقد ياخذ هذا هالقد ياخذ؟ قانون اوم. لو هي تجي بالممارسه تقصد يعني انت؟ هي قانون اوم. انت دارسه قانون اوم اكيد او ما درست؟ ما اعرف. لا ما درست. تمام. شنو اختصاصك؟ هندسه حاسبات. لا شلون ما درست قانون اوم انت مهندسه؟ ناسيته. القانون اللي هو يقول لك الفولتية شو سوينا المقاومة على التيار اوكي او العفو سوري شلون التيار هو الفولتية على المقاومة العفو التيار الفولتية استاذ هذا ماخذينه بالثالث متوسط هذا اي هسه اختي الصغيرة قالت لي انا يهمنا خريج ماستر حاسبات ما اتذكر هسه اي حاجة عادي يصير تنسى. هاي انا مرة صارت بينا بالجامعة هم اجى دكتور سألنا قال طلاب شنو قوانين اوم الثلاثة؟ كنا صفنا بوجهه حاجة كنا طلاب هندسة يعني. استاذ شي ذكرني انا صار ليش قد متخرجة. اي والله حقك صراحة يعني واحد يتخرج يفرمت تصير باقي العوائل. فصل النت لو تمام لا بس شويه صار حكي تمام. ليش حطيت بول داون ريزيستر؟ شنو الفائده منه؟ هذا البوش بوتن هو عنصر ميكانيكي وبداخل فت سبرينج ومكونات ميكانيكيه، حصير بيه فت شغله احنا ما نحس بيها، هي صغيره كلش بس المايكرو كنترولر كلش سريع وكلش دقيق، يعني نسبيا بالنسبه لنا هو كلش سريع تنفيذ الاوامر، اهتزازات كل السريعة وبسيطة للدرجة اللي احنا ما نحس بيها، بس المايكرو كنترولر لأنه هو سريع راح يتحسس ذني ويتأثر بيها. ايش راح يصير عندي؟ راح تظل السيجنال تصير هاي ولو، يعني راح يوصل يفصل يوصل يفصل، هذا يسبب مشكلة بالشغل. وبالإضافة من ما ضاغطه البن هذا كفت حالة يسموه الفلوتينج ديجيتال بن، إذا يكون فلوتينج الأردوينو هم راح يقرأ مشكلة مرة هاي مرة لو، فالشي كل السريع راح يأثر لي على شغل الدائرة. فأني في حال إنه البن مضغطة أو العفو استغفر الله، هاي ما لها علاقة بالحالة الميكانيكية مالت البن قدر ما لها علاقة إنه البن هو فلوتنج ما مربوط بأي شيء. من يكون فلوتنج البن من يكون معرف كأنبوت وأسوي عاز ديجيتال ريد راح يظل يقمز عندي بين الهاي واللو، في حين انا كلش ما مسوي اي اكشن. ايش اسوي؟ في حال انه البن انا ما ضاغطه الاشاره اللي راح تحسها الديجيتال بن هي هاي الجراوند راح يقراها لو. انا هسه راح اجي اقرا الاشاره كهاي او لو. زين. هسه راح اجي اكتب في الايعاز. سوري. آه.
هعرض بني على صفحة لأني ما راح يأثر عندي. وين أروح؟ هستخدم فتشي بالأردوينو اسمه Serial Monitor. أقدر أعرض بيه شغلات قرأت فين، قيمة حساسة أعرضها على الحاسبة مالتي. حتى استخدم السيريال مونيتور احتاج اسوي له سيت اب او يسموه الانيشلايزنج بالفويد سيت اب. داخل ذني الاقواس ايش اكتب؟ اكتب لي عاز اسمه سيريال دوت بيجن، افتح قوس اكتب له رقم 9600. شنو هاي 9600؟ هذه يسموها البود ريت. داخل القوس يعني من اكتبي عاز السيريال بيجن حتى اسوي انيشلايزنج للسيريال مونيتور حتى اشغله، احدد له البود ريت. البود ريت هو سرعه نقل البيانات. يعني انا اقول له 9600 بود بير سكند. طبعا وحده البود شنو صراحه انا ما اعرف شخصيا ما بيها. عموما السرعه هي 9600. وهذا العدد ثابت؟ هذا العدد ثابت؟ لا، اكو مجموعة اعداد ثابته، يعني مو كيف تخليها ستاندرات هو بالاردوينو. اي يعني ثابت هذا العدد. اي اكو بعد غير ارقام، اكو 115000 في شيء، يعني عدد ارقام اكو 4000. اذا نختصر نكتب ديجيتال ريد انه قرانا بال 13 قراءات راح نعملها. اي هو ديجيتال ريد. لا هسه بن 10، انا رابط على بن 10. ايش راح اسوي؟ اقول له استخدم يعاز داخل السيريال. هذا اليعاز الثاني وين راح يكون؟ راح يكون بالفويد لوب، لان دائما راح يتنفذ، اريده باستمرار. اقول له سيريال دوت ريد او سوري دوت رايت، افتح قوس زين. شنو رايت؟ انا هنا من شنت اخرج اوتبوت، اقول له ديجيتال رايت رقم البن وال اللوجيك فاليو اللي اريد اخرجه. هنا استخدم يعاز اسمه ديجيتال ريد، اقدر اخليه بالسيريال مونيتور. ايش اقول له؟ ريد، افتح قوس، حدد رقم البن اللي هو 10. طبعا لا تنسون انا فتحت قوس هنا، هذني الاقواس خاصه بعازة التريد، هنا هم لازم اسده. واكو شغله اخرى لازم اهتم بيها، من يخلص السطر البرمجي مالتي احط له فشي اسمه السيمي كولون، اللي هاي الفارزه المنقوطه او النقطتين هي الصايره اللي هي 90% تقريبا من الكود سي بلس بلس. هذا هي اصلا لغه الاردوينو سي، هي لغة مشتقة من السي بلس بلس، مطورة من عندها. نعم. يعني تتشابه وياها بشكل كلش كبير. والستركتشر مالتها شلون يمشي نفس الطريقة. بالإضافة إنه أكو إعادة خاصة للأردوينو. من بعد السي بلس بلس بيشوف يمشي فين. تمام، هسا اللي عاز اللي يقرأ عندي الديجيتال بن هو الديجيتال ريد. أفتح قوس وأحدد رقم البن وأسد القوس، وهنا سديت القوس. مالي اللي عاز مال سيريال دوت رايت. زين اكو فد شغله الاخ، المفروض بين رقم 10 اسيته بالسيت اب، اعرفه بالسيت اب، اقول له بين مود، افتح قوس رقم 10 input. طبعا كلها capital letter input. spelling فشي كلش مهم بالبرمجة. وبالمناسبة كنت اقدر تقدر اسوي copy paste بس حتى تشوفون. والout ابدل رقم البن وابدله بانبوت. هسه كود مالتي صار جاهز. لا استاذ. نعم. يعني هنا مثلا الجو بالديجيتال ريد 10 هنا كتبت لازم فوقه متعرفه حتى يشتغل مو صح؟ بالضبط، اي قبلها لازم متعرف. اوكي سلام، شكرا. شوف عندي خطا بالسبيل نبهني عليه، يقول لي ايرور فانكشن فويد سيت اب، طاق مكانها فانكشن فويد سيت اب
عندك ايرور بين 6 و 3 بين الصفر البرمجي رقم 6 و 3 بالإعاز بن مود. شنو الغلط مالت؟ العفو استاذ، تقدر تضغط كليك ايسر وهو يحدد لك الايرور شو راح يصير. وين اضغط؟ كليك ايسر. لا لا هو بالضبط هنا. نعم؟ اضغط كليك ايسر راح يحطك في القائمة. لا ما يشتغل. يعني مو مثل لغة الماتلاب اللي من نحدد الايرور بها، يعني هي تقريبا مشابهة. يختلف. شوف الخطأ إنه البيك أب تكابتر. السلام عليكم. عليكم السلام. البيك أب تكابتر. بس السيريال، السيريال الأس مو كابيتال مفروض تنكتب؟ إيه هي كابيتال. بس البن مود البي مالتها مسويها كابيتال، هي سمول مفروض. فاعترض عليها. أوكي هسه اشتغل الكود بدون أخطاء. أجي هنا جوا عند السيريال مونيتور. أضغط عليه. استاذ الايرور شنو كان؟ كان عندي البي مال بن مود مسويها كابيتال لتر، هي المفروض سمول. زين انا شو مسوي؟ بن رقم 10 انبوت سيريال بيجين سيريال دوت رايت. شوف هسه عندي مشكلة، عندي خطأ، المفروض هنا يطبع لي بس هو ما دا يطبع. استاذي هاي الفارزة المنقوطة مو المفروض تنحط ورقة وسي المجموعة من ينغلق؟ هاي؟ اي اي لا لا يعني اقص مجموعه تقصد هذا؟ اي بس من ينغلق؟ لا لا هاي ورا كل امر برمجي لازم خليها الفارزه. هسه المفروض طبعا تطلع لي قيمه هنا بس ما جاي تطلع. استاذ بين مود بعد 13 اكو فراغ مثلا جوا ماكو بالاوتبوت هذا ما ها سوري انا المفروض اقول له برنت. برنت و ln وليس الإعاز هو سيريال دوت برنت. الرايت هو يشتغل بس اتصور الرايت اختصاصه يطبع فتشي كاركترز. هسه راح يشتغل عندي. الحمد لله استاذ هنا أنا مكتوب ديجيتال رايت 13 واحنا مخليه على 10. ما له علاقه. يشتغل البنين سوا. استاذ اعتقد البن البي حرف البي مال برنت لازم سمول. استاذ ولو يعني اتدخل بمالتك يعني طريقه شرحك بس انت
المفروض تنطينا مثلا حروف، مثلا بداية الجملة تنكتب سمول أو كابيتال، بداية الكذا، أو مثلا أكو كلمات مفتاحية إنه نكتبها كابيتال أو سمول، إذا يعني أمكن إنه تزلنا مثلا البي دي إف اللي يحتوي على هذا الشيء، لأن هسه أنت حضرتك يعني شوية بطل فيهم، مش حال إحنا يعني كمبتدئين. اي صحيح والله صعب ابو المحاضره يعني هيك تصير. اي هي انا يعني كل محاضره اخلصها ادز لكم الكود بالجروب يعني تجربون به. بالمناسبه بالنسبه للاردوينو، اردوينو اي دي اي باكزامبلات وبكودات جاهزه، يعني هواي شغلات مكونات الاردوينو اكو بها كودات جاهزه. يعني سألت بداية المحاضرة قلت اليوم إن شاء الله نأخذ كود بسيط، يعني إن شاء الله نأخذ كود بسيط إن شاء الله. إيه يعني صحيح حدثة ترى إحنا بسيط يعتبر إن شاء الله. تمام هسه طبعا هكمل هذا الكول مال ديجيتال ريد، راح أعطيكم استراحة ربع ساعة وراح نرجع نكمل. تمام هسه السيريال مونيتور اشتغل عندي، أنا ما دايس البن دا يقرأ عندي صفر، من أضغطه ايش قرأ عندي؟ قرأ واحد. عشان بعدني ضاغط من ايش يدي؟ يقرأ صفر. طبعا هسه القراءة اكو بها تأخير، السبب هو وجود ذني اللي عاز يعني الديلي مرتين. شوف هسه ذا يشتغل كود ينسوى بالمناسبة، يعني هم ذا يقرأ البن ويطبع للسيريال وذا يسوي بلينكينج للليد اللي مرتبط بالبن رقم 3، يقدر يسوي يعني أكثر من تاسك بآن واحد. شو أسوي؟ هذا راح أسوي له كومنت، ما أريد أمسح بقية هسه. شو أسوي؟ خط مايل ونجمة إلى الكود اللي أريد ألغيه، إلى آخر سطر أريد ألغيه، نجمة خط مايل. فهذا كله لغالية. شوف هسه صار استجابة سريعة. قبل شوية قبل ما اشيل الديلي كان يتأخر ثانيتين او ثانية الله يعرض القراءة لان كان اكو ديلي. احنا قلنا انه من يوصل اللي عاز مال ديلي يوقف يمه لفترة مقدارها مساوي لما مكتوب داخل القوس. يعني من يوصل اللي عاز الديلي اذا انا ما مسوي له كومنت راح يوقف بي لمدة 1000 ملي سكند. يوقف يعني الكود كله يوقف بعد ما يمشي الى ان تخلص الالف، يلا يطلع من هذا الامر يروح ينفذ غيره. عشان ده يعصب ذني الديليات الاثنين الى ان يرجع لهذا السطر من يخلص ويقرا لي عاز مالتي، يلا يعرض لي على السيرة مونيتر. يعني هو الكنترولر ينفذ خطوه خطوه. فشوفه هسه من اضغط يقرا واحد، ومن اشيل ايدي من البوتن راح يقرا صفر. الواحد طبعا هي اللو، الواحد العفو هي الهاي، والصفر هي اللو. حتى هنا اللي عاز ما تستر رايت اقدر استبدل الهاي برقم واحد، اكتب واحد وهنا اكتب صفر مكان اللو، هم راح يشتغل عندي الكود. واضح هذا شان؟ عندكم استفسار عليه؟ يس واضح. اشيدك استاذ. اشيدك استاذ. تمام هسه شفنا انه من ربطنا ال بوش بوتون بهاي الطريقة من الخمسة الطرف، ومن الطرف الآخر البوش بوتون راح تقسم مرة راح من 10 ومرة للمقاومة، والمقاومة اللي هي مربوطة بالقفل بحيث هسه البن من البوش بوتون من مدى يسد يقرأ عندي صفر اللي عازمة عم تستريد بن 10 دي خارج صفر، ومن اضغطه راح يصير 5 فولت. طيب هنجرب شغله هسه، احنا استخدمنا بول داون ريزستر، هسه راح نستخدم بول اب. بس ركزوا لي على فد شغله انتبهوا عليها، ان هسان بهذا الربط اللي من طليل السويتش من الخمسة من اضغطه يطلع عندي واحد او لوجيك 1 او لوجيك هاي نقول.
من أكون ماخذ من 5 فولت أو من هاي سايد أربط بول داون ريزيستر. إذا العملية معكوسة راح أمسح هذا أو العفو لا راح أمسح هذا وهذا حول على الجراوند أسحبه فقط كان ماخذ من 5 فولت هسه أخذته من الجراوند هذا الطرف الآخر المقاومة راح أسوي بول أب أنطي من 5 فولت هسه العملية انعكست عندي كنت قبل ما اخذ للسويتش من 5 فولت وللمقاومة من الجراوند هسه انعكست خلي هذا انطيه غير لون طبعا اقدر اغير لون الوايرات منه راح اسوي احمر حتى اعرف اوه هذا اسويه بلو ازرق حتى تميزون بالربط هذا ما راح يكون بلو وهذا حسويه غير لون بقي اخضر هسه قبل من شنت عايف مدى يسيد كان يطلع لي صفر هسه العمليه انعكست عندي راح يقرا واحد من اضغط يقرا صفر فهمتوا اللي صار؟ أنا ما سويت شيء فقط راوست الربط مع السويتش والربط مع المقاومة السويتش كان مربوط بالخمسة والمقاومة بالجراند هسه صارت بالعكس المقاومة ويا الخمسة فولت والسويتش ويا الجراند بحيث هسه أنا من ما ضغط البوش بوتن الإشارة اللي جاي تظهر على الرقم 10 هي اللي جاية من خلال المقاومة طبعا بالتأكيد أنا ليش تظهر عندي إشارة البوش بوتن من أضغطه لأن التيار دائما يميل يختار الطريق الأسهل من أضغطه راح يعوف المقاومة ما راح يمر من خلاله فما راح يجيني تيار الخمسة فولت راح تجيني تيار الجراوند لأن هنا بالطريق ماكو أي مقاومة المقاومة صفر فراح يستسهل هذا الطريق وياخذ هذا الطريق من أدوس البوش بوتن هسه صار عندي حالتين يا اما اقرا ضغطه البوش بوتن كصفر او اقدر اقراها ك 5 فولت او 1 فولت الضغطه واضح حساب اللي حكيته أستاذ بس بالنسبة للبورتات يعني عادي مو بورت 10 مثلاً عادي بورت 9 أو يفرق لو ما يفرق أي بن أي بن من البنات يعني 10 9 1 2 7 أي واحد والفولتي عادي نختار 3.3 أي 3.3 هم تشتغل بس احنا عادة نستخدم الخمسة أستاذ سؤال شنو هاي العلامة اللي بصف العشرة؟ يا عشرة هذه اكو علامة على الاردوينو لا 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 اكو علامة على الاردوينو بصف العشرة هيك مثل ها عندني البنات اللي عليها هاي العلامة يعني شي شخطة خط ساين ويف نفس العلامة مال ساين ويف عندني هاي معناها تعني انه هذا البن يخرج فد نوع من الاشارة يسموه بي دبليو هاي هم بعدين ناخذها فت فانكشن بالاردوينو اسمها بي دبليو ام او انالوج رايت هاي نستخدمها من نتحكم بالفولتيات قيمه الفولتيه بعدين راح تفهموها هسه هذا واضح المثال اي استاذ واضح واضح ان شاء الله استاذ البورتات كلها تعطي نفس الفولتيه شلون
البورتات كلها تعطي نفس الفولتية، يعني نفس ال أيه. نفس الكمية التيار نفس القيمة، كل شيء هذا قصدي، يعني كل شيء نفسه متماثلة. زين أستاذ، نفس الاتجاه؟ شلون يعني نفس الاتجاه؟ يعني التيار اللي خارج من أي من ذن البورتات اللي دي 8 ودي راح يخرج مثلا نقول موجب هي. بقيمة موجبة لا هي يعني قصدي من الكلام بيكون أنا إذا أجيت ربطت بالحالة الاعتيادية ما يصير عندي طابق ها بين بن وبن؟ إذا أجيت وليس طبعاً أي نعم إذا واحد منطي ديجيتال رايت هاي نقول بن رقم 7 وفيرتها ويا 6 و6 بطيت ديجيتال رايت لو لا راح يصير شورت يعني صار عندك موجب وسالب بس إذا اثنين هم موجب لا ما يصير شورت يعني إذا اثنين هم اثنين هم هاي أو اثنين هم لو ما يصير شورت بس إذا واحد هاي واحد لو لا يصير شورت نعم فهمتك يتلف لك الكنترولر أو يصير مشكلة احتمال هو البن فقط واحدة يعطل حسب بده حظك زين هسه راح نجي نطبق في ان شاء الله راح ارجع الليد مالتي راح استخدمه مره اخرى اخذ له طرف من الجراوند وطرف من بن رقم 13 زين سوري راح استخدم فتشي جديد اعاز جديد راح اتعلمه واللي هو اسمه الاف كونديشن ان شاء الله راح يصير راح اسوي كود من اضغط هذا بوش بوتون الاردوينو راح يستلم اشاره ويعطي امر للليد يشتغل من اشيل ايدي يطفى ايش اقول له؟ اقول له اف افتح قوس ديجيتال ليد قوس البوتون انا وين رابطه؟ رابطه على رقم 10 فاقول له 10 دبل يساوي يساوينا لو شوف حتى الاف كونديشن بها كابسوليشن لازم يصير اكو هذا كود خاص بالاف كونديشن انا هسه من اضغطه اريد الليد يشتغل من اضغط اوكي انا هسه من عايفه ايش دا يقرا عندي واحد او دا يقرا هاي من ادوسه شي يقرا صفر يعني يقرا لو انا اريده من اضغطه يشتغل واللي هو من اضغطه يقرا صفر يعني لو فاقول له اف ديجيتال ريد 10 يساوي لنا لو اوكي شو تسوي لي ديجيتال تمام رايت 13 هاي حتى لا ادوخ هاي اصعدها اخليها هنا هنا بدا عندي الكابسوليشن يعني هذا الإعاز يتنفذ من يتحقق هذا الشرط من ديجيتال ريد 10 يكون له شغل لي ديجيتال رقم 13 خلاص الستيتمنت مال الاف كونديشن مالتي اخلي كيرلي براكت اتجاهه الى اليسار كل اف وياها الس لازم الس من ما ضغط البن انا عندي لو دايسه لو ما دايسه فاقول له الس افتح كيرلي براك ديجيتال ثلاثة لو وهم اسد للكيرلي براك فهمتوا اللي صار؟
خلي شوية دوس انتر حتى يبينك. هسه اللي ضفته للكود هو هذا. دا أقول له إذا ديجيتال ريد اللي هو بن 10 اللي مرتبط بيه البوش بوتن اللي من أدوسه يصير له صفر، فدا أقول له إف ديجيتال ريد 10 يساوي لنا لو. طبعا انتبهوا دبل يساوي لازم تخلي مو يساوي وحدة، يعني الدبل يساوي تعني شيء واللي يساوي وحدة تعني شيء ثاني. فاحنا نخلي دبل يساوي اف ديجيتال ريد 10 يساوي لنا لو، ذن ديجيتال رايت 13 هاي، يعني شغل لي اللي هو مربوط على بن رقم 13 او انطي اشاره موجبه بن رقم 13. اوكي ايلس يعني اي شيء غير الديجيتال ريد لو طفي لي الليد، واللي هو راح يكون الايلس مالتي هو الهاي. انا عندي حالتين فقط. شوف هسه من اضغطه يشتغل اهدى يطفى، اضغط يشتغل اهدى يطفى. واضحه هاي؟ اي استاذ واضحه. تمام. زين إذا أريد أعكس العملية أخليه من يكون هاي الليد يشتغل، من يكون لو الليد يطفى، لازم شو أسوي؟ لازم أرجع أعكس الربط، أعكس الربط مالتي مرة ثانية، أرجع الربط القديم مال البوش بوتن اللي هو كان السويتش ماخذ من الخمسة فولت. نعطي اللون الأحمر حتى أعرف هذا موجب، والمقاومة ماذا أسوي؟ أزرق. هسه انعكست العملية، شوفوا اللي ظل مشتغل ليش؟ لأن أنا من ما ضغط البوش بوتن مين راح ياخذ إشارة بالرقم 10؟ راح ياخذها من خلال المقاومة، والمقاومة اللي هي مربوطة بالجراوند، ياخذ إشارة الجراوند. أنا كونديشن مالتي اف ديجيتال ريد 10 يساوي لنا لو، وهو الشرط المتحقق حاليا، يعني بن 10 ماخذ اشارته من المقاومه، المقاومه هي اللي ماخذها من الجراوند، والسيريال مونيتر هم يثبت لي هذا الشيء. اني قايل له سيريال دوت برنت ال ان ديجيتال ريد 10 فهو صفر. الشرط مالتي اذا ديجيتال ريد 10 يساوي لنا لو او صفر نفس الشيء، لو او صفر هنا نفس الشيء. ايش اسوي؟ ديجيتال رايت 10 هاي ايلس لو، بحيث سمينا ادوس البوتن راح يتولد. تشوفون شلون؟ نكست العملية. قمت من اضغط يطفى، من اشيل ايدي يشتغل. اذا اريد يشتغل ويا ضغطة البوتن ويطفى من اشيل ايدي، شنو اللي لازم اسوي هسه بالكود؟ من يجاوبني؟ استاذ بس نحول اللون نسوي هاي، اعتقد العمل صار صحيحة. بالضبط. اثنيناتهم لازم يعني ديجيتال رايت وديجيتال ريد. غيرها بالاف وغيرها بالاس. هنا حصير هاي. هي طبعا بس اخلي هنا هاي لان انا مستخدم ايلس. يعني هو من استخدم اف وراه مباشرة ايلس. فاي قيمة ما تساوي هاي راح تكون تحقق هذا الشرط. مال الايلس، اوكي؟ هسه تمام اشتغل. اللد بخطافي من راح اضغط راح يشتغل. تشوفون؟ استاذ انا يتنفذ بس لا يطفى ولا يشتغل، يعني من ادوس دقمه ما يتغير شيء. مين عندك خطا؟ يطلع جوا ويطلع جوا بدال الصفر واحد. معرفة البن مود؟
شلون؟ يعني شنو الذي يبقى نفس الشيء يبقى للطافي؟ اي 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 طافي ما يعني ما يتغير. تأكد من الربط، تأكد من الربط. يعني كذا قاعد يشفت خطأ بالكود أو احتمال المقاوم بالمقلوب. لا المقاومة ما لها علاقة، شدها يمنى يسرى عادي. زين استاذ انت شلون فرت يمنى ويسرى؟ المقاومة؟ اي بس اضغط عليها ادوسها احددها ومن هنا. تمام ماشي. بالسيريال مونيتور شنو قلت يطلع عندك؟ من تضغطي يشتغل البوتن طبيعي؟ استاذ سويته طلع عندي البورتات غلطانة بيهم، كنت خليتهم ب 12 و13 بس بعدين سويتهم 13 وهذا اللي وراه. اي تمام تمام. ماستيز. هسه هذا الحكي اللي حكيته كله واضح ان شاء الله؟ اي استاذ عاشتي. لا بس يا ريت توضح لنا البورت مال فولتيه. شو اسوي؟ الشاشه ما ظهر عندي وربطت خطا. هذا هيك فما نجحت عندي. اي هسه تمام، هسه كلش تمام. استاذ بس سؤال بالنسبه للجراوند اللي قريب على المقاومه واللي بعيد عن المقاومه. من متصلات سوية يعني أقدر أستخدم أي واحد من أجهزة صح ولا غلط؟ أكيد 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 متصلات داخلية. إذا تجيب بالأفوميتر وتشيك مال بالأفوميتر مال شورت سيركت راح يدق عندك. يعني قصدي المقاومة بدل ما نقدر نفرها كل هالفرة عادي إنه نستخدم نفس مال الليد ويشتغل الأمور طبيعية. أي طبعا أي طبعا. هسه هذا سحبته هنا أنا خليته وياه كلش طبيعي بس انا على مود الترتيب سويته هيك هم اشتغل طبيعي. هسه هذا الكود هلا دز لكم لحظه اول شيء خلينا ناخذ صوره للربط. هسه راح احدد لكم صورة الرابط في الجروب. اوكي وراح ادز لكم الكود همين. استاذ اذا نريد نسيف الشغل مالتنا شلون نسيفه بالحاسبه؟ اوتوماتيكيا هو يسيف التينكر كارد. يعني ما يحتاج السيف هو يسيف. وهذا الكود همين. الجي بالداونلود؟ شلون يعني؟ الجي بالداونلود؟ الجي بالداونلود؟ هسه اشوفكم وين تصير كوداتكم. نهاية المحاضرة أشوفكم. عفوا. أوكي. هسا دزيت لكم الصورة ودزيت لكم الكود. هسا راح عرفنا شلون نقرأ نتخرج ديجيتال وشلون نقرأ ديجيتال. خلي نجي ناخذ اخر شيء بهاي المحاضره شلون نقرا
analog لاني ما احتاجهن بعد. هاخذ شيء اسمه البوتنشيوميتر. راح نستخدم البريد بورد هسه لان يعني الدوائر شوي بدات تتعقد عندي. تعرفون شلون يشتغل البريد بورد؟ بالبريد بورد شوف هسه من اخلي هنا خليته على العمود رقم واحد شوف العمود كله تحدد، هذا معناه ان العمود كله مشرت ببعضه. لكن عمود رقم واحد مفصول عن عمود رقم اثنين. اوكي طبعا هذه الاعمده مفصوله عن هذه الاعمده، يعني عمود رقم واحد هنا هو مفصول عن هذا العمود. فايش راح اسوي؟ بدال ما اظل تصير عندي هوسه بال الجراوند والموجب حاجة ارتب الرابط مالتي. العفو استاذ هذا اسمه سنسر؟ لا اسمه بوتنشيوميتر مقاومه متغيره. يعني هم نوع من انواع السنسرات؟ ممكن تعتبر سنسر. يعني وظيفه تحكم؟ اي تقدر تعتبر كسنسر. نعم. لان هي هواي انواع. اي. هذا خلي اسوي احمر موجب وهذا اسوي سوري بلو. اوكي البوتنشيوميتر شلون تشتغل؟ انطيها من صفحه يا اما من هاي او من هاي 5 فولت وجراوند. هنا خلي انطيه جراوند طبعا التوصيل صار فقط بين هاي وهاي، هاي الفات فوقها ما مفصل بين العمود. لان يعني المفترض هذا سلك معزول يعتبر. هسه هاي الصفحه مين انطيتها؟ انطيتها من هذا اللي مكتوب عليه ناقص واللي انا منطيه من الجراوند. الصفحه الاخ حنطيها من الموجب. هم اجي الون الاسلاك مالتي بلو وريد. زين. بقى عندي بن ثالث اللي هو بالوسط، هذا اللي هو راح يخرج منه السيجنال مالتي. اوكي وين اجى؟ اجى من البن الوسط. وين راح؟ راح الانالوج اي زيرو. طبعا اي واحد من ذني اربطه عادي. الانالوج مو مثل الديجيتال، ما يحتاج اعرفه كانبوت او اوتبوت، راسا اجي استخدمه. هسه هذا الكود كله بعد ما احتاجه امسحه. احتاج هذا. وهذا هم امسحه ما احتاجه. شو اقول له؟ serial.println بدال الديجيتال ريد تصير انالوج ريد قوس ورقمه اي زيرو اي كابيتال. طبعا هنا كان الديجيتال ريد 10 هسه صار انالوج ريد اي زيرو. شنو القراءة اللي راح تطلع لي منها؟ راح تطلع لي قراءة من 0 إلى 1024. من أجي أفر البوتنشيوميتر راح تجيني قيمة متغيرة.
هسه ال 1024 معناها على بن اي 0 اكو 5 فولت. ال 532 تقريبا اكو 2.5 فولت على البن، والصفر يعني 0 فولت على بن رقم اي 0. واضحه هاي؟ واضحه استاذ، واضحه. هسه احنا اخذنا الديجيتال رايت والديجيتال ريد، اوكي، واخذنا الانالوج ريد. بقى بس عندي اطبق الانالوج رايت. زميلنا قبل شويه سال شنو هاي الخوط اللي على البنات. اذا اريد اخرج فولتيه متغيره هستخدم خاصيه اسمها البي دبليو ام، واللي هي البلس ويدث موديليشن. المفروض اكثركم كمهندسين سامعين بي شنو البلس ويدث موديليشن، تعرفوه يعني هو بالعربي يعني التلاعب بعرض الموجه. راح اتحكم بنسبه زمن التشغيل الى زمن الاطفاء، الناتج راح يكون فولتيات مختلفه. طيب ايش اسوي هسه؟ اوقف والغي الكود الكود سكشن عفوا، ارجع اخذ ليد جراوند واربطه على اي بن بهاي الاشاره 11 10 9 6 5 او 3. خلي اخذ بالرقم 11. راح استخدم إعاز جديد. الانالوج ريد والانالوج رايت ما يحتاج اعرف بها الفنان. استخدم إعاز انالوج رايت رقم البن اللي هو 11 فارزه قيمه الانالوج رايتنج. خلي اول شيء نعطي 255. الانالوج رايت يقبل من 0 الى 255. نعم استاذ، هي 11 مو ديجيتال؟ لا ديجيتال وتشتغل بي دبليو ام، بس هو الإعاز اسمه انالوج رايت. الإعاز اسمه انالوج رايت بس هو بالحقيقه مو اشاره انالوج، هي ديجيتال بس مقطعه ليتحكم زمن نسبه زمن التشغيل الى الاطفاء. واضح؟ استاذ بس لحظه هنا، ليش خلينا بين قوسين اي زيرو؟ لان انا المقاومه المتغيره اي هاي بين قوسين رابطها بين رقم اي زيرو. تمام؟ مو هاي اخذت منه انا؟ اي استاذ، اي استاذ فهمت. يعني هناك نذكر بالديجيتال نذكر الرقم، وهنا نذكر بس الاسم مال البورت. لا هو هم اسم ورقم. اكو اي 0، اكو اي 1، اكو اي 2، اي 3، اي 4. بالمناسبه حتى لو امسح الاي راح يشتغل عندي بعد. المهم عندي انالوج ريد. اقدر اكتب الاي واقدر ما اكتبها. بعد يشتغل طبيعي. ما راح تأثر عندي سواء كتبتها أو ما كتبتها. بس أنا خلينا نمشي على ستاندر نكتب أي حتى لندوخ. من نتعامل الأنالوج أمبوت نكتب أي ورقم البن. واضح؟ تمام. نعم أستاذ واضح. زين. هسه انا المقاومه حاليا ما لها دخل، ماكو ربط بالكود بين المقاومه والبوتن، بس حشوفكم شنو اللي يسويه إعاز الانالوج رايت. هسه الليد اشتغل عندي باضاءه طبيعيه. اوكي، الانالوج ريد ياخذ قيمه من 0 الى 1024، الانالوج رايت ياخذ قيمه من 0 الى 255 ماكسيموم. اي قيمه فوق ال 255 راح يقراها 255. هسه راح اجي انطيه نص ال 255 اللي هي حوالي 127. راح يعطيني الفولتيه 50%، يعني
نص الخمسة فولت. المفروض طبعا هي شدة الإضاءة هنا قلت بس يمكن من بين. خلي استخدم فولت ميتر حتى تبين عندكم. مولتي ميتر، هذا المولتي ميتر. هذا جهاز مقياس الفولتية. اوكي. الفولتية هسه 1.7. طبعاً هي المفروض فشي قريب 2، بس سبب وجود الليد صار فولتج دروب عندي. راح أشيل الليد. راح أشيل الواير من وايراته. الفولتية صعدت عندي هسه. صارت حوالي 2.5 تقريباً. كان الليد يسوي عندي دروب الفولتية. هسه أرجع أغير قيمة الأنالوج رايت، راح أرجعها على 255. لا تشوفون اللي جاي يصير، شنو اللي جاي يتغير؟ جاي تتغير عندي الفولتية باستخدام الانالوج رايت. زين، أريد أسوي التحكم يصير من خلال البوتنشيوميتر. راح أتعلم شغلة جديدة، راح أتعلم أعرف متغيرات، هعرف متغير نوعه انتجر عدد صحيح، اكتب int مثلا a واخلي سيمي كولن. بدل ما انا كاتب serial.println analog read 80 ايش راح اكتب؟ داخل الفويد لوب اكتب a يساوي واحده. analog read قوس a 0، اسد القوس واخلي سيمي كولن. هنا بعد ما يحتاج اقول له انالوج ريد، اقول له اي سيريال دوت برنت ال ان اي. هنا هسه الاي ماخذ قيمه الانالوج ريد. احنا قلنا الانالوج ريد يقرا من 0 الى 1024، هذا من 0 الى 255. استاذ بلا زحمه، بعد شكد تخلص المحاضره؟ هسه راح تخلص دقائق. تمام. هسه الاي ده ياخذ قيمه نفس قيمه الانالوج ريد اللي هي من 0 الى 1024. الانالوج رايت قلنا احنا ياخذ قيمه من 0 الى 255. اوكي، زين شلون اسويها؟ من يكون الاي قيمته 1024، هنا اللي راح يطبق ماكسيموم 255. اذا اجيت قسمت 1024 على 255 راح يطلع لي تقريبا 4. فش اقول له؟ انالوج رايت 11 اي على 4 مقسومه على 4. هسه ايش صار عندي؟ شوف الفولتيه كلش نزلت هنا، راح اتحكم بالفولتيه منه. طال هاي شلون جاي تحرك هيل هاي الدائرة؟ أدوس عليها وأفرها بالماوس. تمام؟ هسه خليني أجي أربط الليد مرة الأخ. كان رقم 11. طبعا هنا راح يصير عندي فولتج دروب قوي. شوف الليد شلون جاي تتغير الشدة مالته، هو يطفى عندي. استاذ ما فهمت، هاي الزرقاء بشنو تتحكم اذا فرها؟ المقاومة؟ بالتيار؟ لا هاي الزرقاء لا تتحكم في فولتية. شوف هذا ازاي اقرا عندك في فولتية. بس انا اتحكم بالفولتية من خلال هذا الإعاز اللي هو الانالوج رايت. الانالوج رايت ده اخذ قيمته من اي يساوي لنا انالوج ريد اي 0. انا دا اقول له انالوج رايت 11 اي على 4، فالربط صار هو الاي بيناتهم.
اوكي انه الاي دا ياخذ قيمته من الانالوج ريد والانالوج رايت دا ياخذ قيمته من الاي فصار اكو ربط بين الانالوج ريد مال هاي الانشوميتر اللي هي مرتبطه بانالوج زيرو والاوتبوت اللي داخل رجل الفن رقم 11 اللي هو الليد واضح؟ أحد عنده استفسار؟ أستاذ بس صعد على الكود بس صعد على الكود شوية بعد هذا الكود كله هذا انتجر أي هذا طبعا تعريف المتغيرات يفضل أن يكون قبل الفويد سيت أب يعني خارج اللوب خارج السيت أب جيت عرفت متغير شوف هنا بن 11 أنا مو معرفه ما داخل بالتعريف لأنه لو قريب لأنه لو قريت ما يحتاج تعريف رابط الحضور هسه دزه زين استاذ حضرتك بدايه المحاضره مسالتك قلت لك شنو راح نستفاد قلت لي نبرمج روبوتات او هاوس سمارت تمام زين هسه احنا هاي الدائره اللي هسه قدامنا هاي مال شنو بالضبط اذا مثلا اريد اخليها كدائره لمن اخليها اخليها مثلا للمايكرويف على مود اشغل المايكرويف او اطفيه او اخليها مثلا يعني الطباخ او مثلا شنو راح تفيدني يعني هي جزء من الشغلات اللي لازم تعرفها حتى تطبقين الافكار اللي ببالك هاي بيسك بدايات بس يعني حلقه من هاي السلسله اللي لازم تسويها حتى تقدرين تسوين هذا الشيء بعد راح تشوفون الريلي وغير الريلي يعني تريد تتحكمين بحمل حقيقي حمل بتيار عالي مثلا ثلاجه او جلوب او شيء ما راح تطي مباشر من الاردوينو لا راح يصير التحكم من خلال ريلي يعني هاي مجرد بدائيات بالضبط هاي بس يعني ذيك ما راح تفهمين اذا ما تفهمين هاي تمام استاذ تمام استاذ بس هاي ما فهمت هاي الرصاصيه شنو بالضبط شنو وظيفتها يعني لا حبايب رابط الحضور ندز بالشات شيكوا الشات مالتكم راح تطلع لكم معلومات ملوها يا هي الرصاصة تقصدين هاي لو هاي هاي الرصاصة الكبيرة هاي اللي بها هواية هاي؟ اي اي هاي اي هذا فشي يسموه بريد بورد الداخل لان الاعمده مشرتات هذا اثبت بيه الكومبوننت من يصير عندي هاي كومبوننت انا خو ما اظل اسوي كومات وايرات من بن مال 5 فولت او مال جراوند اجي اوزع ها شوف طبعا بالمناسبه بالنسبه للموجب والسالب السالب كله مشرت الصف مال السالب كله مشرت داخليا ببعضه يعني مجرد ان نطيت ربطت هذا هنا بالجراوند فذني كلهن صار جراوند اوكي والموجب الاحمر مجرد ان نطيت الواحد من هذا الصف الصف كله صار موجب فاقدر اخذ من اي واحد منهم موجب وسالب زين استاذ ليش اخذت من جوا ما اخذت من فوق مو هم فوق اكو ناقص وزائد ليش اخذت أي من جوا نفس الشيء وذني الفوق يعني هم يشتغل اي بس ذني انا ما مغذيهن هذني معزولات عن هذني هذني هسه ما بهن باور ما بهن فولت يا ابد لازم أنا أنطيهن أقدر حسا أنا أنطيهن أنطيهن من أنا الناقص أنطي للناقص ومن الموجب للموجب ولا أسوي ريد وهذا أسوي بلو هسه اقدر اشيل ذني الاثنين واخذهم من هنا
أستاذ بس ممكن تعيد هاي الأي على 4 ليش سويناها بدال 255؟ تمام هسه عيدها. شوف هنا شوي انعكس عند الرابط. قبل كانت منا منطق 5 فولت هسه صارت منا منطق جراوند، ومنا كانت منطق جراوند هسه صار 5 فولت، فصارت العمليه بالعكس. من تكون البوتنشيوميتر مفتر اقصى اليمين راح تكون صفر، ومن افرها اقصى اليسار راح تصير موجب. زين احنا قلنا الإعاز مال انالوج رايت قد ياخذ على قيمه؟ منو اللي سألت؟ 255 بالضبط. زين الإعاز مال انالوج ريد ايش قد ممكن يوصل؟ الفين واربعمية يمكن؟ لا هاي هذا الرقم الطبيعي. انا مو الاي مسويها سيريال برنت ال ان اللي هي الاي تساوي انالوج ريد، ايش قد تاخذ ماكسيموم؟ 1023. أنا الانالوج رايت ياخذ 255، الانالوج ريد قلنا 1023، الاي ماخذه قيمتها من اعاز الانالوج ريد، يعني قيمه الاي ممكن توصل الى 1023. اوكي فحتى اخفض ال 1023 الى ماكسيموم 255 اقسمها على 4، بحيث من تكون اي 1023 فناتج هذه القسمه اللي هي اي على 4 راح يكون 255. وضحت؟ وضحت شكرا. تمام هسه هذا خلصنا. زين استاذ بس سؤال اخير بالنسبه للحساس، اكو حساسات يعني مثلا قيمها 4000 5000؟ لا لا لو هذا شيء ثابت. لا هذا الشيء بالاردوينو، الاردوينو هو ما يقرا، يقرا لك من 0 الى 1023. ها تمام. يعني من يجي 5 فولت يقرا 1023. طيب هاي كانت نهاية محاضرتنا، وهذا آخر كوماند وآخر كومبوننت ناخذه. خلي آخر سكرين إله وأدز لكم الكود. أستاذ المحاضرة الجاية يا يوم؟ حتصير الأربعاء. لا دكتور نقدر استلعف استاذ، ممكن ناجلها الى الجمعه ولا السبت؟ الجمعه او السبت. والله عندي امتحان كنترول. يعني انا اعتذر منكم بقى الطلاب، لكن امتحان كنترول والله. تمام ما اعرف الجمعه يناسبكم، يعني نكون ممنونين. اي استاذ افضل عطله لان مو مشكله. انا اجلها فتح الخميس لأن الجمعة والسبت أطلب، فمو مالها مناسبة. أنا سمعت واحد من الطلاب قال أكو امتحان الخميس أو عنده امتحان الخميس. زميلتنا عندها امتحان. إي أستاذ أني. إي. هي الخميس بالليل. هي الخميس بالليل. هي امتحانها بالليل. شو كنت امتحانها؟ بالتسعة. امتحاني بالثمانية ونص، 8:30.